كيف بتتم عملية التسجيل في الجامعات التركية الخاصة؟ أول شيء الطالب برسل لنا الأوراق المطلوبة اللي هن صورة عن شهادة الثانوية، صورة شخصية، صورة عن الباسبور بالإضافة لإيميل شخصي. نحن بنقدم هالأوراق للجامعة، خلال 15 يوم بيجي القبول المبدئي. في بعض الأحيان نواجه مشكلة بأنه بتأخر القبول المبدئي، هذا شيء طبيعي بسبب أنه في طلاب كتير عم تسجل في الجامعات فلذلك شوي بتتأخر. هلأ بالنسبة لبعد 15 يوم بيجينا القبول المبدئي بنتم إرساله للطالب. بعد ما نرسله للطالب الطالب معه تقريبا مدة شهر لحتى يدفع مبلغ التسبيل اللي هو حسب الجامعة، أما بيكون $1,000 أو بيكون نصف مبلغ السنة. بعد ما يدفع الطالب التثبيت ببعث لنا الوصل، نحن بنقوم بإرساله للجامعة. بعد ما نرسل للجامعة أيضا بتطول 15 يوم لحتى يجي القبول النهائي. طبعا بعد ما يجي القبول النهائي نرسل للطالب لحتى يقدم على الفيزا التركية، يكون أيضا صار في استدعاء من قبل الجامعة في السفارة التركية. بعد ما يقدم الطالب على الفيزا التركية احتمال تطول الفيزا من شهر لشهرين. في حال تم رفض الفيزا طبعا الطالب بيسترد كل المبلغ اللي دفعه. في حال قبول الفيزا بيجي الطالب على تركيا بيستكمل اوراقه واذا كان في عليه دفع بيدفعه وبيداوم في الجامعات التركيه. حبينا نوضح لكم بس طريقه التسجيل في الجامعات التركيه لانه كثير من الطلاب تسالنا عن هالموضوع. هي كانت معلومتنا لليوم من شركه ستدي لاين، نتمنى لكم اوقات سعيده.